وبهذه المناسبة يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. مساء الخير معالي الرئيس. معالي الرئيس، الجيل الحاضر والأجيال القادمة ستذكر بكل فخر شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن. ماذا تقول معاليكم في هذه المناسبة؟ هذا اليوم الحقيقة يمثل وقفة عرفان وإجلال بشهداء الواجب الوطني، ومحطة لاستذكار بطولاتهم، إذ ستظل أسماءهم محفورة في ذاكرة الوطن، إذ يعتبر جزء من الوفاء لأبنائهم البررة، وجعلهم إن شاء الله خير خلف لخير سلف. سائلين المولى عز وجل أن يتغمس شهداء الواجب بواسع رحمته ورضوانه. إن شهداء الواجب منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، منارات وطنية خالدة ونماذج راسخة في الولاء والانتماء والتضحية من أجل مملكة البحرين. إن اليوم الوطني الذي خصصه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه يوما للشهيد، يعبر عن الفخر والاعتزاز بشهداء الواجب وتضحياتهم في الذود عن حياض الوطن ومكتسباته، وهو من الأيام التي تخلت في سيرة الرجال البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لتراب الوطن الغالي. إن شهداء الواجب قدموا دروسا في الوفاء والتفاني والإخلاص في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المنطقة، وأسهموا بأرواحهم في رفع شأن مملكة البحرين وتعزيز دورها الرائد في ضحض الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد نماء الدول وتقدمها. وهنا لا بد لي من التأكيد على دعم مجلس الشورى ومساندته للمؤسسات العسكرية والأمنية وما تبذله من جهود حثيثة لحماية المجتمع وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين. إن هذا اليوم فعلا يعتبر وقفة عرفان وإجلال بشهداء الواجب، سائلين المولى عز وجل أن يتخمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يمن على المصابين إن شاء الله بالشفاء ودوام الصحة والعافية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. نعم، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.